سوني بتمهد لوفاة بلايستيشن 4، تقريبا كده عايزين يخلصوا منه، وبتمهد لإصدار الفي آر الجديد. عايز تعرف التفاصيل انزل اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب، اشتراك للقناة، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم، ازيكم يا عتاولة، اخباركم عاملين؟ يا رب بخير دايما. معكم اسلام فايد في فيديو جديد. النهارده معانا فيديو اخبار وحصريات جديده وشويه حاجات الشركه اعلنت عنها كده، وتقريبا الشركه كده بتمهد ان هي تخلص من جهاز البلايستيشن 4 علشان يبقى ما عندهاش غير البلايستيشن 5 هو اللي يبقى مسيطر على السوق، وتبين للناس قد ايه هو جهاز قوي والامكانيات بتاعته خارقه. يا جماعه احنا عارفين ان هو جهاز كويس وعارفين ان امكانياته جميله، بس بالله عليكم بلاش تموتوا بلايستيشن 4، احنا بنحبه، احنا عايزينه يفضل مكمل معانا لسه شويه. وده جه لما الشركه اعلنت امبارح عن اصدار جديد من الالعاب للفي ار. الالعاب دي كلها تشتغل على الفي ار 2 اللي هو الاصدار الثاني من الفي ار، وللاسف ان الاصدار الثاني من الفي ار مش هتشتغل غير على البلايستيشن 5. فمعنى كده ان بعد كده الالعاب اللي هيتم اصدارها في ار مش هتشتغل غير على البلايستيشن 5، ودي خطوه حلوه ووحشه. حلوه عشان الجهاز فعلا البلايستيشن 5 جهاز قوي وهيدعم الفي ار 2، فالفي ار 2 هتدي امكانيات افضل واداء اقوى على البلايستيشن 5، فبالتالي الحاجات اللي انت كنت بتعاني منها على البلايستيشن 4 ممكن تتعالج. فكره ان انت كنت بتدوخ، فكره ان انت كنت بتصدع، اكيد هتبقى برضو كده بس ممكن النسبه تقل. لو انت كنت بتصدع بعد نص ساعه او بتدوخ، ممكن تدوخ بعد ساعة، بعد ساعة ونص، الله أعلم. ده اللي أنا بقوله، ممكن يكون كده وممكن يكون لا، ممكن يكون برضه هتدوخ وتصدع. أنا عندي أزمة مع الفي آر إن أنا ما بقدرش ألعب أكتر من نص ساعة فعلا. المهم إن الشركة قالت إن هيتم إصدار الألعاب دي على البلايستيشن 5 وعلى الفي آر الإصدار الثاني. تعالوا بينا نشوف إيه الألعاب طيب اللي الشركة أعلنت عنها، وهل الألعاب تستاهل إن أنت تشتري الفي آر عشانها؟ أول لعبة الشركة أعلنت عليها لعبة ريزنت إيفل 4. اللعبة دي معانا من أيام البلايستيشن 2 ومكملة معانا للبلايستيشن 5، يعني هي دلوقتي نزلت على البلايستيشن 2، بلايستيشن 3، بلايستيشن 4، بلايستيشن 5. النسخة بتاعت البلايستيشن 5 بقى اللي هي إصدار الفي آر، نسخة بيتم تطويرها إن هي تشتغل على الفي آر. واللعبة التانية اللي الشركة أعلنت عنها ريزنت إيفل برضه فاليج، الإصدار الجديد بيتم تطوير نسخة منه إن هي تشتغل معاك على الفي آر 2 على البلايستيشن 5. ومن الواضح كده ان الشركه مركزه معانا على جو الرعب جامد قوي، لان اللعبه الثالثه اللي مكمله معانا وهي لعبه ووكن ديد، واللعبه دي يعني برضو نفس نمط الرعب. انا من الناس اللي بتخاف من العاب الرعب، انا ما بعرفش العبها فعلا فتره، يعني لازم يكون في حد جنبي او بلعبها مثلا حد معايا في الشقه كده، يعني اللي هو ايه ابقى مطمن شويه، انما فكره ان انا اقعد لوحدي والعب لوحدي ومفيش حد معايا انا ممكن ما انامش بالليل. فالفكره ان انت لو من الناس اللي بتحب العاب الرعب انصحك طبعا، يعني الفي ار 2 هتدخلك اصلا جوه اللعبه، انما فكره ان انت ما بتحبش الالعاب بتاعه الرعب ما انصحكش، ما تجيبهاش لان انت مش هتستمتع. بس لو انت من الناس اللي ما بتحبش العاب الرعب والكلام ده، يجي لك بقى اللعبه اللي الشركه اعلنت عنها وهي هورايزون الغرب المحظور. قالت ان في اصدار منها او هيبقى في نمط في نفس الاصدار هيبقى في ار، فبالتالي انت لو ما بتحبش العاب الرعب الشركه قالت لك عندنا العاب مش رعب. والصراحه انا متشجع ان انا اجرب اللعبه دي على الفي ار 2، اللعبه دي مش الالعاب الرعب، لان الغرب المحظور جميله جدا وهي اصلا لعبه حلوه. انا من الناس اللي بتعشق هورايزون، انا بحب الاصدارات بتاعتها، الاصدار الاول والاصدار الثاني، فبالتالي انا هستنى العب اصلا الاصدار بتاع الفي ار. وبعد كده بقى جت المفاجاه، الصدمة كده، لما الشركة قالت احنا هنتخلى عن سبايدر مان. لا مش هيتخلى عنها، هيبيعوها، لا قالوا هنتخلى عن سبايدر مان مارفل وهنقول لكم العبوها على البي سي، يعني خلاص اشتروها والعبوها على البي سي. الشركة بتضحي يا جماعة، يعني هم دلوقتي بيضحوا بيقولوا لك هينزلوا سبايدر مان مارفل اللي هي نازلة من سنين على البي سي. انتوا يا جماعه عاملين في نفسكم كده ليه؟ الناس اللي عندها البي سي عامله في نفسها كده ليه؟ ليه يا عم هات جهاز بلاي ستيشن 4 يا عم، ده احنا لعبناها من سنين، احنا لاعبين اللعبه دي من سنين حرفيا، مش من حوالي سنتين ويمكن اكتر لاعبين سبايدر مان مارفل. فيا جماعه يعني الشركه بتتصدق وبتقول الناس اللي عندها بي سي يلا يلعبوا سبايدر مان مارفل. يا جماعه ده في مايلز، احنا مايلز الناس دي بقى لها اكتر من سنه وانتوا لسه هتلعبوا مارفل؟ المهم يعني ايه، الناس طبعا اللي عندها البي سي انتوا ناس زي الفل، انا عندي بي سي بس ما بلعبش عليه، انا بلعب على البلاي ستيشن. وبعد كده بقى جت المفاجأة والشركة أعلنت عن لعبة، اللعبة دي جميلة جدا وأنا يعني إيه مستنيها من فترة، من ساعة ما أعلنوا عنها من حوالي 8 شهور ولا 10 شهور حاجة زي كده. واللعبة دي بجد أنا مش عارف يجيبوا الأفكار دي منين، اللعبة دي بره الصندوق، خارج الصندوق. بص أي لعبة بيروح يعمل لك ايه؟ بيروح يجيب لك ناس عشان تعمل مؤثرات صوتيه وعشان يتكلموا ويدفعوا لهم فلوس. اللعبه دي قالت لك احنا مش هنعمل كده، احنا هنجيب
قطة تمشي والقطة دي مش هتتكلم، وبناء على كده هنعمل لعبة. وفعلا اللعبة فكرتها بره الصندوق، اللعبة انا متشجع لها جدا وحاسس انها تبقى قوية جدا من الالعاب اللي ممكن تستناها خلال الفترة اللي جاية، وهي لعبة استراي. اللعبة دي فعلا من الالعاب الجميلة جدا، العرض التشويقي بتاعها كان كويس جدا. اللعبة هيتم اصدارها يوم 19 الشهر اللي جاي، فلو انت من الناس اللي عارفة اللعبة خلاص يا معلم انت جات لك الفرصة ان انت تشتريها الشهر الجاي. لو انت من الناس اللي مش عارفة اللعبة خش شوف العرض التشويقي بتاع اللعبة وهتعرف قد ايه اللعبة فعلا ممتازة. اللعبة دي بتحسسني بايام التكس 2. دي مش نمط 2 بيلعبوا مع بعض، 2 بيلعبوا مع بعض، بس يعني بحس ان هي الروح بتاعتها قريبه، الروح بتاعتها برضو قويه كده زي التكس 2. ومفاجاه تانية الشركه قالت عليها بخصوص اللعبه، ان اللعبه دي هتقدر ان انت تنزلها مجانا لو انت عندك بلاي ستيشن بلس. فدي حاجه كويسه، حاجه جميله جدا، ان انت لو عندك اشتراك بلاي ستيشن مش محتاج تشتريها. هي الشركه قالت كده، ومش اللعبه دي بس اللي تقدر تنزلها مجانا لو انت عندك بلاي ستيشن بلس. الشركه قالت ان في 3 لعب تانيين ممكن انت تنزلهم، فيهم لعبه قويه جدا برضو هي لعبه كليستو. انا شايف الرسوميات بتاعتها والقصه بتاعتها حلوه جدا، فلو انت برضو من الناس اللي عندها بلاي ستيشن بلس انصحك ان انت تنزل اللعبه دي. وفي لعبتين تانيين برضو الشركه اعلنت عنهم، بس انا مش شايف ان هم يعني افضل حاجه ممكن انت تنزلها. بعد كده الشركه اعلنت عن لعبه ستريت فايتر الجزء السادس، ومن شكلها كده الرسومات بتاعتها كويسه وفيها تحسنات كتير عن الرسومات اللي فاتت، رغم ان انا ما بحبش العاب يعني الفايت وكده زي مورتال كومباكت، زي ستريت فايتر، زي تيكن. يعني مش شايف متعه ان انا اضرب في واحد كده في وشي. يعني هي ممكن تنفع ايه كترفيه انت وصاحبك قاعدين بتلعبوا مع بعض، فتقعدوا تطحنوا في بعض كده ايه، انما مش شايف ان هي متعه ان انت كشخصك قاعد ان انت تقعد تضرب في حد وحد يضرب فيك. مفيش يعني مش بستلذ الالعاب دي، بس هي اذواق، لولا تنوع الاذواق لبارت السلع، فانت ممكن تستمتع بيها، انا ما بستمتعش بيها. بس بعد كده الشركه بقى ايه اعلنت عن كام لعبه كده، لحد ما جت المفاجأة الكبرى، اللعبة اللي معانا من ايام بلايستيشن 1 وهتكمل معانا لحد بلايستيشن 11 12. اللعبة اللي بجد رهيبة، اللعبة القوية، اللعبة اللي الاصدار بتاعها ده ال16، وهي فاينل فانتازي الجزء ال16. متخيلين اللعبة الجرافيكس بتاعها، الرسوميات بتاعتها، من الواضح ان احنا قدام اسطورة مكملة. هي مش اسطورة جديدة طبعا، هي اسطورة من زمان، بس هي اسطورة مكملة معانا لحد مش عارفين لحد امتى بصراحة يعني. بس اللعبة من الواضح عليها ان لعبة قوية جدا، لعبة حلوة، الجرافيكس بتاعها والرسوميات بتاعتها حلوة جدا. طبعا فيها تحسنات كتير وفيها حاجات كتير ملحوظة في الاعلان التشويقي بتاع اللعبة. اللعبة دي انا كنت مستني انها تنزل السنة دي، بس الشركة للأسف قالت انها تنزل السنة الجاية، ومحددوش امتى برضو. بس من الغالب كده انها تنزل في النص الثاني، ادام هم محددوش انها تنزل في النص الثاني لسنة 2023. ده كان ملخص الاخبار يا شباب، يعني مش هنتشجع اكتر من كده، كفاية التشجيع كنت اوفر شوية. لا بس الصراحة يعني انا بحب فاينل فانتازي عشان كده يعني تكد عليها شوية. بس ده كان ملخص الأخبار والأحداث اللي حصلت في المؤتمر بتاع سوني امبارح. لو الفيديو عجبكم تنزل تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب أو اشتراك للقناة، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.